ونبدا مشاهدينا الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج القوس الناري حتى الساعه 4:25 من فجر الاثنين، ليدخل بعد ذلك برج الجدي الترابي ويظل فيه حتى الساعه 5:52 من فجر الاربعاء، ثم ينتقل الى برج الدلو الهوائي ويمكث فيه حتى الساعه 7:07 من صباح الجمعه، ليدخل برج الحوت المائي ويبقى فيه حتى الساعة 9:35 من صباح الأحد من الأسبوع المقبل. هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى فجر الاثنين في برج القوس الناري. من فجر الاثنين وحتى فجر الأربعاء في برج الجدي الترابي، من فجر الأربعاء وحتى صباح الجمعة في برج الدلو الهوائي، من صباح الجمعة وحتى صباح الأحد في برج الحوت المائي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيل زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصف مبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها. فيما يلي هذه الفترة السلبية: يوم الأحد من الساعة 3:34 مساء وحتى الساعة 4:25 من فجر الاثنين، يوم الثلاثاء من الساعة 6:17 صباحا وحتى الساعة 4:52 من فجر الأربعاء، يوم الخميس من الساعة 6:11 مساء وحتى الساعة 7:07 من صباح الجمعة، يوم السبت المقبل من الساعة 6:44 مساء وحتى الساعة 9:35 من صباح الأحد. مشاهدينا الكرام، أرقام الهواتف 00971436729 مكرر 89 و 00971436729 ما هي أمام حضراتكم المشاركة، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. ننتقل لأول مشاركة نشوف من على الخط. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، هلا بيك، من هي؟ معك أم أسماء من الجزائر. الاسم مرة ثانية؟ أم أسمع من الجزائر. أم أسمع، تفضلي. كم تاريخ تاريخ ميلاد بنتي؟ نعم. 17/8. أوكي. 85. شنو سؤالك؟ مولودة بالضبط على الساعة 1:20 ظهرا. طيب، شنو سؤالك؟ من فضلك نريد أن نتأكد إذا كان طالح العقرب أو القوس. 21 لحظة. طالع العقرب 100%. طالع العقرب؟ نعم. يعني مو القوس؟ لا. طيب، من خلال خارطتها الشخصية من فضلك، هي محدودة لو لا؟ من الأرقام 5 أدنى 3 5 7 أرقامها 1 و3 و8 من الخارطة، من الخارطة الطبيعية. طبيعية. طيب، الإجابة والأطفال ما عندها مشاكل؟ لا، لا في الزواج ولا في الأطفال، إن شاء الله ما عندها أي مشكلة، طبيعية. يعني هي ولو تكون حتى 1:30 يكون طالح العقرب؟ نعم، حتى لو 1:30 العقرب. يعني طالح العقرب؟ 100%. من فضلك أسأل عن هذا التاريخ، توافق العلاقة بين هذا التاريخ وبين تاريخ آخر؟ كم؟ 12/7. أوكي. 76.
علاقة وسط. علاقة وسط يعني زينة ولا مو زينة؟ مو من النوع العلاقات جدا فاشلة ولا من النوع العلاقات جدا ناجحة، يعني أقدر أقول لك 50% هيك شيء ناجحة. طيب شكرا أستاذ خليل. أهلا وسهلا بك. مع السلامة. مع السلامة. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. مشاهدينا الكرام أرقام الهواتف 00971436072 مكرر 89 و00971436072 مهيئة أمام حضراتكم للمشاركة أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. أي سؤال يوجه إلى صفحة البرج العالي على الفيسبوك يكون فقط من خلال الرسائل وليس على الصفحة العامة. ألو. مرحبا. معك سميحة حنان من الجزائر. أهلا وسهلا سميحة، كم تعرف ميلادك؟ 17/11/1988. طيب أنت من مواليد برج العقرب سميحة، أرقامك 8 و9، شنو سؤالك بالتحديد؟ أبي أستفسر عن الصحة. أوكي. وأنا مخطوبة، أبي أعرف أن هي تتزوج أم لا. من ناحية صحية ما عندك مشكلة، وضعك طبيعي مستقر. اوكي. من ناحيه الزواج اي ساعه مزاده انت؟ الخامسه مساء. اوكي. ما عندك مشكله لا عندك مشكله بالزواج سميحه؟ عندك مشكله بالزواج. لازم تكونين حذره في علاقتك الزوجية إن شاء الله. إذا تزوجتي تمت الأمور بخير، لازم تكونين من النوع الجدا صبورة في علاقتك بتعاملك مع زوجك في المستقبل في سبيل تتجاوزين المشاكل اللي تواجهك وما تتفاقم الأمور، بالتالي قد تسبب لك مشاكل كبيرة. لازم تكونين جدا صبورة أوكي وحذرة. زين. نعم. يعني كم ولما شنو ممكن؟ يتم أم لا؟ إيش هو يتم ولا؟ ما فهمت. ما فهم السؤال السميحة. الزواج. الزواج يتم أو لا؟ أي ما أعرف. بس أنت إذا تزوجتي إن شاء الله تسهلت الأمور. لازم تكونين جدا جدا حذرة في علاقتك مع الزوج في سبيل إنه تتجاوزين المشاكل اللي تواجهك. اوكي. بس هل يتم او لا هذه الامور ما اعرف بها. معلش رقمها واحده اخرى تشوف تاريخ ميلاد. كم تاريخ ميلاد؟ ان شاء الله تحصل مره ثانيه. ناخذ اتصالات في اخر. الو. نعم. مشاهدينا الكرام ارقام الهواتف 00971436072 مكرر 89 و00971436072890 مهيئة أمام حضراتكم للمشاركة وتواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. أي سؤال يوجه إلى صفحة البرج العالي على الفيسبوك يكون فقط من خلال الرسائل. وبخصوص توقعات عام 2015 ما أنزلها بالصفحة أو بالموقع إلا بعد ما يعني نقدمها من خلال التلفزيون الشرقية، بعد ذلك يلا انشرها. فالتوقعات اللي موجودة حاليا هي نفسها تقريبا مال توقعات عام 2015. الجديد راح اضيع يعني اقدمه ان شاء الله من خلال الشاشة الشرقية، بعدها يلا انشرها. ناخذ اتصال هاتفي. الو. الو. نعم. الو. تفضلي. الو. نعم انت على الهواء. الو. اسمعك. الو. تفضلي انت على الهواء. اسمعك. تفضلي. تفضلي. الو. الو. نعم. الو. مشاهدينا الكرام للمشاركه والتواصل ارقام الهواتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه مهيئه لاستلام مشاركاتكم او تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغه العربيه. نكون الان مشاهدينا الكرام مع اشعه الشمس في الساعة 2:03 من فجر يوم الاثنين الموافق 22 من كانون أول ديسمبر
تنتقل أشعة الشمس من برج القوس الناري إلى برج الجدي الترابي، ستمكث فيه حتى الساعة 12:43 دقيقة من ظهيرة يوم الثلاثاء الموافق 20 من كانون ثاني يناير المقبل. وجود الشمس في برج الجدي بصورة عامة يدفع بنا إلى أخذ أمورنا على مأخذ الجد وتحمل المسؤولية أكثر من المعتاد، فالأجواء من حولنا بعيدة عن المرح والترفيه كما كان الوضع قبلا بوجود الشمس في برج القوس، أو كما سيكون عليه الوضع بعد 20 من كانون ثاني يناير عندما تنتقل الشمس إلى برج الدلو الهوائي. يجتاز مواليد برج الجدي تدريجيا فترة أفضل من فترة الأسابيع الماضية، بحيث شعروا بتراجع في الصحة وفقدوا رغبتهم في مواجهة مشاغلهم وإنجاز الكثير منها. حاليا يبدأ مواليد هذا البرج، لا سيما مواليد شهر كانون أول ديسمبر، فترة تعيد إليهم نشاطهم المفقود وتبعث فيهم روح التفاؤل والأمل. على عكسهم يبدأ مواليد برج الدلو الهوائي فترة غير مريحة، يشعرون خلالها بالتعب والملل يسيطران عليهم، ومنهم من يتعرض لوعكة صحية. يستفيد معهم في ذلك مواليد الأبراج الترابية والمائية، أي الثور، العذراء، السرطان، العقرب والحوت. نتابع الزوايا التي ستشكلها الشمس مع الكواكب الرئيسية الأخرى، فتصادفنا أولاً زاي سكستايل الإيجابية مع كوكب نبتون، تصل ذروتها في الساعة 6:20 من صباح يوم الجمعة الموافق 26 من كانون أول ديسمبر. هذه الزاوية تعزز من قدرتنا الفنية. زاوية التربيع الصعبة مع بين الشمس وكوكب أورانوس، تصل ذروتها في الساعة 11:40 من صباح يوم السبت الموافق 3 من كانون ثاني يناير. هذه الزاوية تجعل البعض منا يتصرف كما يطيب له، ضاربا عرض الحائط معارضة الآخرين له. زاوية الاقتران بين الشمس وكوكب بلوتو، تصل ذروتها في الساعة 2:34 من فجر يوم الأحد الموافق 4 من كانون ثاني يناير. هذه الزاوية تتسبب أحيانا في حوادث لها صلة بالنيران، كما يتطرف البعض في تصرفاته. مع ذلك هذه الزاوية تفيد في التغلغل عميقا داخل أنفسنا وإدخال أي إصلاح مطلوب. مشاهدينا الكرام، ارقام الهواتف 00971436789 مكرر 89 و 00971436789 مهيئة امام حضراتكم المشاركة او تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. الو السلام عليكم استاذ خالد. عليكم السلام، هلا بيج، تفضلي. معك حياة. هلا بحياة، هلا بيج، شلونك؟ أستاذ خالد، أسألك عن برجي على 4/1/2011. زين. مولودة منتصف الليل. زين. منتصف الليل. أستاذ خالد، أسألك يعني عن الدراسة، ويعني على مستقبل تاعها، هل عندها زعما مشاكل هكا؟ 4/1 زيدة. طيب، هي من مواليد برج الجدي؟ نعم. طالع الميزان. إذا منتصف الليل تماما مثل ما أنت قلتي. منتصف الليل تماما. طيب، ما عندها مشكلة. إذا قبل منتصف الليل بشوية، أنا ذاك يكون عندها احتمال لا سمح الله مشاكل في الزواج. من ناحية الدراسة طبيعية، من النوع اللي نقدر نقول عليها إنسانة ذكية إن شاء الله. ليش يكون عندها مشاكل في الزواج؟ راح يكون عندها كوكب أورانوس بالبيت السابع. بس إذا لا، هي أستاذ خالد مولودة منتصف الليل، ما عندها مشكلة، بس دا أقول لك لو قبل 12 بشوية. لو